السلام عليكم أصدقائي صديقاتي مستمعينا الكرام، مرحبا بكم على أمواج ميديا، ودائما نحن معكم من خلال برنامج موزايك. تنتمنى لكم أوقات شيقة. اليوم معنا جوج ضيوف. اليوم معنا سي زكريا الحداني اللي هو كاتب، اشتغل مع عدة فنانين، مكلف التواصل بمهرجان مكناس الدولي للثقافات والفنون اللي غادي ينطلق نهار 22 ماي. واهلا بك زكريا حداني، ومرحبا بك في موزايكا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا على الدعوه. اليوم غنتكلموا على المسيره الفنيه ديالك وعلى تعاونك مع الفنانين، ونتكلموا على الديوان ديالك زجل اللي سميتيه سواكل الكلام. وكذلك جيتي معنا فنان مغربي اللي صدر ثاني البوم ديالو هو ياسين حبيبي. مرحبا بك. الله يبارك فيك. لاباس عليك؟ الحمد لله. ياسين حبيبي ولد ابن مدينه مكناس. وي اذا مرحبا بكم. اليوم احنا معكم مستمعينا الكرام، بغيت نذكر بعد موجز 3:30 غادي نشدوا الرحال الى كان، ومبعوث ميدي ان بلال مرميد في تغطيه خاصه لفعاليه مهرجان كان اللي انطلق البارح. غادي نبداو معك سي زكريا الحداني، انت تبارك الله عليك كاتب كلمات. امتى بدات المسيره؟ امتى بديتي تكتب؟ الكتابة بدأت في واحد سن صغير، يعني قد نقول في الفترة الإعدادية. ولكن فوقاش غادي يعني غادي نخرج للكتابة من الشكل الهاوي إلى الشكل الاحترافي هو في هذه 10 سنوات، يعني في 2004 ولا 2003. يعني هذه فوقاش بدأت الكتابة بشكل احترافي، يعني بديت نتعامل مع فنانين وكذلك. نعم. أنت ابن مدينة مكناس؟ مدينة مكناس. نعم. العاصمة الرئيسية. باقي صغير مع راسك وتعاملتي مع عدة فنانة اللي غنستمعوا لهم. نعم. مع حاتم عمور، فاطمة الزهراء العروسي، سعد مجرد، حبيبة بوزيري، المهم رضوان ديري، والمهم لا ليست طويلة. نعم، هو السن ماشي هو المعيار باش. شنو هو المعيار إذا؟ المعيار هو خصك اول حاجه يكون الانسان تكون عنده ان تالون ويسقلو اترافير، يعني قرا الناس اخرين ويسمع المبدعين الكبار. والتجربه كيبدا يكتسب مع الوقت، يعني محدود يشتغل ومحدود تيتلاقى بالمبدعين اللي هما تبارك الله كبار وعندهم مسيره فنيه حافله، ضروري ما كيستافد منهم، وكتبدا من تما تيبدا كيف نقولوا له اول خطوه في النجاح في المجال الفني. فين تترتاح انت؟ بالزجال، في الشعر؟ هو كان كتب بالزجال وكان كتب الشعر، ولكن فين كان القراحه ديالي؟ بين الزجال والشعر. الشعر بتكون باللغه العربيه الفصحى، يعني عنده واحد المجموعه ديال القواعد، مجموعه ديال الاوزان، مجموعه ديال البحور تيخص يحترمهم الانسان في الكتابه. الزجل فيه حتى هو كذلك مجموعه القواعد، غير هو الاهم حاجه فيه هو انه قريب للمجتمع المغربي، بحكم اننا تنتكلموا مع مغاربه وتنهضروا معهم وتنتواصلوا معهم باللغه الدارجه، فتيفهموها اكثر من اللغه العربيه اللي هي فيها ديمو شي شويه، تيكونوا خص الانسان يكون عنده واحد النيفو انتيليكتويال باش يفهمها. نعم. هذا هو علاش هذا الديوان زجل اللي جبتي لينا. شكرا. نعم. على هذه الهديه، يعني هذا هو الثاني ديالك ياك؟ هذا هو ثاني ديوان من بعد الديوان الاول اللي هو ديوان نبض من الفؤاد اللي صدرته في 2010. نعم، هذا هو الباكوره ديال سنتين ديال الاشتغال، هذه السنتين الاخيرتين حاولت انني نقدم فيه اجود المواضيع اللي كتخصني وكنحس بها في الحياه اليوميه ديالي، ولا كنعيشها مع الاصدقاء ديالي، مع الاخوان، مع الفلونتوراج ديالي. كيفاش قنعتي هاد الفنانه هادو ان هما اللي جيتي تجيو لعندك ولا انت تمشي لعندهم؟ لا، عمري ما مشيت عند شي فنان قلت له غني لي الكلمات ديالي، بالعكس. فنانين الحمد لله، اول مره بدينا الاشتغال في المجال الاغنيه المغربيه اشتغلت مع رضوان ديري. رضوان ديري. اشتغلنا يعني الحمد لله، بالونسينا لي شونسون ديالنا سيغ يوتيوب، عجبوا لي زارتيست بداو تيجيو. جاو قال لك بغيت لا شونسون تالي 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 هالموضوع. الحمد لله ما كيكون اول مره كنكتب الموضوع ما تيوقعش عليه النقاش، يعني تيتختار تيتختاروا لي لا كومبوزيسيون ديالو، كيدوز لونغوجيسترومون والحمد لله. يعني هذا شرف ان الاعمال المتواضعه ديالي ان يغنيوها فنانين واللي تيشقوا ايضا الطريق ديالهم في المجال الفني. دابا انت لو نوفو شوفاليي ديال لا بارول ولا ميلودي في المغرب، يعني كيفاش درتي تبصمتي الطابع ديالك؟ اللي غنتكلموا على الطابع ديال زكريا حداني. هو الطابع انا كنحاول لا توش. نعم، من خلال الكتابات ديالي ربما تيعرفوها الاخوان هذو الكتاب الكلمات، هذا كنحاول نكتب بطريقه ربما مغايره.
هما كاين مجموعه كيفاش هاد الطريقه سي زكريا؟ طريقه مغيره هو انني كنحاول انني نكتب كلمات مبسطه يفهمها الكبير والصغير مع احترام للجينيراسيون اللي سبقونا، لان ديما تيقول لك هاد لا جينيراسيون هادي كتكتب مواضيع اللي هي كتكون ديما فيها فيها بعض الالفاظ اللي هي لا تتلائم مع 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 البوبليك كامل. دونك تنحاول نكتب تنحاول ندير واحد السيناريو في القطعه يعني ماشي فقط تنحاول نتخيل واحد ليستوار، ولا في الغالب تيكونوا دي فيكو بيرسونيل. وفاش يكون ان فيكو بيرسونيل تيخرج من القلب اكيد تيوصل للقلب ديال الناس. لاحظنا واحد الموجه الان ديال الفنانين العرب كلهم متجهوا باش يغنيوا بالدارجه المغربيه. نعم، وخصوصا بالدارجه. نعم، كاينه واحد البوليميك على عاصي الحلاني لان كتب له كويتي. ياك كتب له كويتي يعني كاينين مصطلحات ماشي مع عاصي الحلاني حتى في مريم فارس تلاح حبيبي تلاح، يعني شي حوايج. واش تظن ان الوقت بغات هذا النوع ديال الاغاني؟ لا انا زكريا الحداني، انا شخصيا باش نكون واضح يعني في التصريح ديالي، هو ربما بالنسبه لشي وحدين تيقول لك الوقت بغات، مي نو. انا بالنسبه لي الانسان خصو يقدم اجود ما عنده، لان المجتمع المغربي حنا اترافير الاغنيه راه تنديروا ليديوكاسيون ديال تربيو الاجيال والذوق ديال. نعم، فاش كنا كنسمعوا الاغاني ديال محمد الحياني ديال عبد الهادي بالخياط كانت العائله كامله كتكون مجموعه وتتصنتوا وضاحكين وناشطين. اكطويلمون اون فوا كتبدا الاغنيه العائله كتفرق. علاش؟ لان كاين الالفاظ بعض المرات كتكون نابيه بالنسبه لي انا تعتبرها نابيه يعني النيفو ديالها طايح. دونك مزيان ان يكون انفتاح على الاغنيه المغربيه من طرف الخليجيين ومن طرف اللبنانيين والشرق عموما. نعم، ولكن يحترموا الخصوصيه ديال المجتمع المغربي. واش حنا يمكننا مثلا نكتبوا اغنيه باللغه اللبنانيه ونكتبوا شي كلمه حنا عارفينها ديجا عندهم ما غيقبلوهاش وما غاديش تدوز في الراديو. الناس غادي تكون واحد الرقابه عليها، وكيف هما عندهم الرقابه علينا احنا خصنا نحسموا في هذا الامر. هذا غادي نرجعوا لياسين حبيبي بعد ما نديروا معك وقفه موسيقيه ونبداو بسعد المجرد. نعم، كتبتي له مال حبيبي ياك؟ وي اكزاكتومون. هذه الكلمه ديال كيفاش كان تعاونك مع سعد المجرد؟ التعاون ديالي مع سعد المجرد كان اتصل سعد بردوان الديري قال له بغيت كلمات هالو سوجي. اتصل بي رضوان قال لي ها شنو بغيت. انا كانت عندي قطعه واجده يعني سيتي كي قلنا ان فيكو بيرسونيل، عطيتو رضوان اون فوا سمعوا الكلام قالوا سي سكو جو شيرش وتلحنات ولقات نجاح كبير والحمد لله. دابا اكطويلمون راه عندها 14 مليون دو فيو في يوتيوب. تبارك الله. نستمعوا لمال حبيبي ان شاء الله. مال حبيبي مع سعد مجرد، وراجعين لضيوفنا زكريا الحداني وياسين حبيبي. رجعنا لكم على أمواج ميديا مع ضيوفي اليوم هو الفنان والمؤلف والشاعر الغنائي زكريا الحداني وشادي الفن نبيل ياسين حبيبي ابن مدينة مكناس. مكناس حاضرة بقوة اليوم. إذا قبل ما نهضروا معك زكريا حداني على مهرجان مكناس الدولي للثقافات والفنون، نهضروا معك عليه إن شاء الله بعد موزة الرابعة، غادي نرجعوا لك أنتيا ونعرفوا المستمعين بك سي ياسين حبيبي. وشكون هو ياسين حبيبي؟ أنت ولد مدينة مكناس، كيفاش توصلتي للموسيقى وأش من ستيل الموسيقى يعني أنت مختص فيه؟ مرحبا. بالنسبة لشكون هو ياسين حبيبي، ياسين حبيبي ابتدى المسار ديالو الفني من 2008 حينما اختير كأحسن صوت في المغرب 2008 في أي مسابقة هذه؟ مسابقة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة. مشيتي شاركتي تما؟ أيوة. بديتي من تما؟ بديت من هنا من المغرب. تختارت ما بين 200 صوت مغربي وتختارت أنا الأول. ثم مشيت شاركت في الإمارات العربية المتحدة، دوزنا شهر كامل ديال رمضان وحنا في الحلقات البرايم ديال قناة الشارقة. من بعد يعني شنو كنتو تتغنيو؟ شنو كان الاغاني الروحيه؟ الاغاني الروحيه هذه مسابقه هي الان توقفت، لكن كانت اول مسابقه في الغناء الروحي الحقيقه عربيا في العالم الاسلامي. هذا الشيء في 2008. من بعد جيت اسست فرقه سميتها فرقه روح، واسست جمعيه هي اللي حداك جمعيه روح مكناس. فمن بعد كاين مشاركات كثيره ديال الفرقه سواء في لا سيتي دو لا ميزيك ا باري. واخا حنا نهضروا على المشاركات. نعم، انا بغيت نعرف البدايه ديالك انك علاش بالضبط توجهتي لهذا اللون الموسيقي اللي هو روحاني ما هو ديني ما هو توجهت لهذا المسار هذا اللون. نعم بالضبط. اولا لاني كنبغيه.
تترتاح فيه كرتاح فيه بصحتك أسيدي تقول ما قالك تشي حاجة بارك الله زيد يعني في هذا الأمر هذا واحد حاجة كتبغى بين سوغة تعطي فيها ثاني حاجة تعرضت علي أنني نكون مغني في يعني في مسابقات أخرى وجاوني مسابقات كبيرة أنت تبارك الله عندك صوت جميل يعني ما تظنش بانك ظلم مش انا عاد تنظن تنطلع ظلمتي راسك نعم. وتتقول ندمت انني خديت هاد ما هو روحاني ما غاديش يتمشى ليا وما يعطينيش واحد الشهرة اكثر الا نعم. توجهت اللون اخر ياك متفق معايا زكريا هي كتبقى مساله اختيار. مساله اقتناع بدرجه اولى وهو مقتنع قال لك وترتاح هذا هو المهم مقتنع نعم عطاتني شهرة نعم. وعطاتني مشاركات كبيره جدا يمكن الاعلام ديالنا اللي مقصر اما هو من ناحيه المشاركه من ناحيه الشهره يا خويا اللي تيجي تيجي ينزل على الاعلام الاعلام راه ما يمكنش يدير خدمته بوحدو راه حتى الفنان خاصو يلعب دور لا كان سي منتصر هو هذه القضيه تنهضروا حتى انا في من خلال برنامج موزايك ضيوفي تيقول لك ديما الاعلام لا هو ولكن راه الاعلام انا ما انا ماشي لافوكا ديالهم ولا ديال شي حد يعني حتى الفنان راه عنده توا دور لان ملي غيوجد عمل خاص يكون كومونيكيت بريس خاص يكون امانجي خاص يكون اون سينياتور لان الاعلامي ما يمكنش يبقى يقلب نعم شنو نعم. كاين واخا الخدمه ديال الاعلامي انه يبحث ولكن يد وحده ما تتصفقش نعم هي فيما يخص هذا الامر هذا الاعلام انا دابا هذا المنبر ديال ميدي ان نعم. صراحه يعني من ديما كنسمعوا الميدي ان كان الحمد لله على وفي ماشي زعما هذه مجامله ولا شي حاجه ميدي ان كانت ديما تكون سباقه تستضيف مجموعه ديال الفنانين والدليل هو اننا اليوم الحمد لله مرحبا هذا نهار كبير فاش نقولوا تقصير مثلا كانوا عندنا مجموعه ديال المشاركات خارج المغرب وشخصيا كنكون مكلف داخل الفرقه بالتواصل كنصيفط الكومينيكو دو بريس كنصيفط لي فوتو كنصيفط لي فيديو وفاش كتجي سميتو ديك لاكوزي دو ريسبسيون ما كيوصلكش ما عندكش فيدباك يعني ما عرفتش شنو واش توصلوا ولا ما توصلوش نعم علاش عندنا حنايا الصحفي اون جينيرال عنده واحد العلاقه مازال هذيك العلاقه مع لي زيميل شويه كاين صحفي اللي ما تيستخدموش الميل وكاين الفاكس راه باقي الفاكس خدام والفاكس عاوتاني ماشي كاع لا الفاكس ماشي كاع سميتو الفرق الموسيقيه غتلقى عندها اداره فنيه وغتلقى عندها نعم. الفاكس والسكرتيره يعني كتصيفط الميل سي بلو ريش فاش يوصلوا له الميل كيوصلوا ثلاثي الابعاد الصوره والصوت والصوت والليان ديال اليوتيوب اي تو سا هادشي علاش انا كنحمل الاعلام مسؤوليه لان مثلا هاد العبد الضعيف او هاد الفرقه راه شاركت في واحد دي فيستيفال كبار في البلدان خارج المغرب وهذه ولكن ما ساق لها حد الخبر هنا انا ما تنعرفكش ولكن سي زكريا حداني الله يكثر خيره نعم. هو اللي دار هاد البادره وقال لي فوالا راه كاين فنان يعني عرض عليا قال لي انا غنمشي للمزيك مرحبا نمشي معك مرحبا على الراس مرحبا بكل فرح نعم مرحبا نعم. مرحبا اذا حنا الحديث غيكون معكم اكيد شيق ومازال غنرجعوا للمسيره الفنيه ديالك ونتكلموا ونسلطوا الاضواء على المجموعة ديالك ونرجعوا للديوان زجل ديالك زكريا حداني بغيت نذكر المستمعين بان بعد الموجز الاخباري غنشدوا الرحال الى كان مع بلال مرميد وبعدها غادي نواصلوا اللقاء ديالنا مع الضيوف ديالنا وغنتكلموا على مهرجان مكناس الدولي للثقافات والفنون نديروا معك وقفه موسيقيه السياسي الحبيبي شنو اقترحوا على المستمعين اقترحوا عليهم قطعة عشقناك من كلمات سي زكريا حداني والالحان ديالي وتوزيع سي يوسف الهبوب تبارك الله عليك وعلاش خديت عندها دو تيتر فور لوف اوبن يور هارت هذه اختاريناها بلونجلي لان هي كتحتوي على الكلمات باللغه الانجليزيه وباللغه العربيه باللغه العربيه كتبهم سي زكريا وباللغه الانجليزيه كتبتهم هذا من الالبوم ديالك الثاني نعم اذا التوفيق نستمعوا له وراجع لكم مستمعينا الكرام مع ضيوفي ياسين حبيبي وزكريا الحداني